أحسن الله إليكم. في آخر أسئلتها تقول: ما حكم لبس المرأة ثوبا قصيرا كمه أمام محارمها كأبيها وأخيها؟ لا يجوز للمرأة أن تكشف عند محارمها من الرجال إلا ما جرت العادة بكشفه مما ليس فيه فتنة، أن تكشف وجهها وشعر رأسها وكفيها وقدميها ما جرت العادة بكشفه ولم يحصل به فتنة. أما أن يخرج شيء ما فيه فتنة من ساقيها أو ذراعيها أو صدرها أو ثدييها إن هذا لا يجوز لأنه يسبب الفتنة. نعم.